تلقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة دكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أعرب فيه عن أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى 60 للعيد الوطني لدولة الكويت والذكرى 30 ليوم التحرير، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هاتين المناسبتين على دولة الكويت وشعبها الشقيق بمزيد من الرقي والرفعة والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الأمين شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما. قد شكر الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة على هذه المشاعر الأخوية الطيبة، داعيا المولى عز وجل أن ينعم على مملكة البحرين وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة حفظهما الله ورعاهما.